السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي تلاميذ السنة الأولى متوسط، نقترح عليكم اليوم نموذج اختبار مادة التربية الإسلامية، هي خاص بالفصل الثالث. هذا النموذج يحتمل ثلاث وضعيات ووضعية إدماجية. وضعت هذه الثلاث وضعيات كاحتمالات. هناك من تطرق إلى درس الصلاة، يأخذون بعين الاعتبار درس الصلاة. أما إذا تطرق التلاميذ إلى درس الأمانة فيأخذون بعين الاعتبار وضعية الثالثة والتي تتحدث عن الأمانة. عندنا الوضعية الأولى، أكمل كتابة الآيات مع ضبطها بالشكل التام. بطبيعة الحال درست صورة الانشقاق، راح تجيكم صورة الانشقاق أكثر حاجة 10 آيات فقط، يعني التلميذ ملزم أنه يحفظ الآية الصورة كاملة من أول آية إلى آخر آية. قال تعالى إذا السماء انشقت، إلى غاية وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، آية 10 صورة الانشقاق. أما السؤال الثاني فهو توضيح معنى الكلمتين انشقت وكادح، هذا فيما يخص الوضعية الأولى. أما عن سؤال الوضعية الثانية، كما قلت لكم من تطرقوا إلى درس الصلاة وتعمقوا فيه يركزون على الوضعية الثانية. الوضعية الثانية، الصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. أولا، أذكر 3 أمور تظهر مكانة الصلاة العظيمة في الإسلام. ثانيا، الله تعالى أوجب علينا الصلاة لحكم عديدة، أذكر 3 فقط منها. كما سبق ونوهت، اللي تطرقوا لدرس الصلاة يعني وتخصوا فيه وإلا الأستاذ عايد لهم الدروس يركز على درس الصلاة. أما هذه الوضعية الثالثة هي وضعية زائدة لمن تطرقوا إلى درس الأمانة. بيّن رسول الله أن خيانة الأمانة من علامات النفاق. أولاً عرف الأمانة، ثانياً ما عاقبة من لا يحافظ عليها، ثالثاً اذكر بعض أنواع الأمانة أو بعض أنواع الأمانات. هذا فيما يخص الوضعيات. الوضعية الإدماجية اللي راح يقروا أو اللي راح يجيهم من وضعية الأمانة، سبق وحطيت ملخص لدرس الأمانة وأيضا معه تعبير كتابي حول الأمانة. الآن سوف نخصص الوضعية الإدماجية حول نزول الوحي. قال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا السند اللي غالبا ما يأتي على شكل آية قرآنية أو حديث أو إلى ما ذلك، التعليمة وهي المطلوب من التلميذ من خلال الآيات أكتب فقرة، يعني المرجعية اللي رايح تكتب بها فقرتك تكون من الآيات في حوالي 10 أسطر تذكر فيها قصة بدء الوحي. كيف قصة بدء الوحي؟ يعني ما كيف نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتعرف معنا لهذه الوضعية الإدماجية، ولكن بعد ما نحل الوضعية الأولى والثانية والثالثة روحوا نقرأ الحل مباشرة. نبدأ بالوضعية الأولى، كان المطلوب هو إكمال الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. هنا نقف، صدق الله العظيم. هذا تكملة صورة الانشقاق كما طلب منكم. هناك سؤال قد يأتي بدلا من الكلمات أو معناها، وهو ما ترشد إليه الآيات. أولا تذكرنا بأهوال يوم القيامة وما يصاحبها من انقلاب كوني، تخوف وتنذر العباد كي يستعدوا لذلك اليوم بالعمل الصالح. حل السؤال الثاني، معنى كلمة انشقت أي تصدعت،
كادح بمعنى الذي يعمل بجد ومشقة. هذا فيما يخص حل الوضعية الأولى. نتجه إلى الوضعية الثانية. كان السؤال المطلوب هو ذكر ثلاثة أمور تظهر مكانة الصلاة العظيمة. أول هذه الأمور هي أفضل الأعمال بعد الشهادتين والركن الثاني من أركان الإسلام. ثانيا، الصلاة هي عماد الدين. ثالثا، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة هي الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. لازلنا في الوضعية الثانية، نجيب عن السؤال الثاني. الله تعالى أوجب علينا الصلاة لحكم عديدة، أذكر ثلاثا. نذكر ثلاث حكم، هي تنهى عن الفحشاء والمنكر، ثانيا تكفر عن الذنوب والسيئات، ثالثا المشي إليه أي الذهاب إلى المسجد أو إلى الصلاة تكتب به الحسنات وترفع به الدرجات. نجيب عن آخر الوضعيات. طلب منا تعريف الأمانة. والأمانة هي كل ما يوكل للإنسان حفظه ورعايته ماديا كان أو معنويا. أما السؤال الثاني فكان المطلوب هو ذكر عاقبة من لا يحافظ على الأمانة. أولا، العذاب الشديد يوم القيامة، السمعة السيئة بين الناس، وأيضا يحتل مكانة رذيلة في المجتمع. أما عن آخر أسئلة الوضعية الثالثة وهي من دروس الأمانة، هي أنواع الأمانة أو أنواع الأمانات. أولا، المحافظة على الودائع والأموال تعد أمانة. المحافظة على أسرار الناس أيضا تعد من الأمانات. المحافظة على العهد والوعد أيضا من الأمانات. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الوضعيات بأسئلة وحلها. الآن نتجه مباشرة إلى الوضعية الإدماجية لكي نحلها. الوضعية الإدماجية تتحدث عن قصة بدء الوحي. سوف نتحدث كيف بدأ الوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نبدأه على بركة الله. أقرأ لكم الوضعية كاملة. بينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار حراء في شهر رمضان كعادته، من كل سنة ظهر له جبريل في صورة شخص وضمه إلى صدره وقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ. وتكرر الحوار ثلاثا، ثم قال له الملك اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فعاد محمد صلى الله عليه وسلم يرتجف من الخوف، فدخل على خديجة رضي الله عنها وقال زملوني زملوني، أي لفوني بالثياب أو غطوني. ثم أخبرها وقال لقد خشيت على نفسي. أرادت خديجة أن تطمئن نفسه فقالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتطعم الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به نحو ابن عمها ورقة بن نوفل وقال له اسمع من ابن أخيك. فحدثه الرسول صلى الله عليه وسلم بما رأى وسمع، فقال له ورقة هذا الناموس، الناموس هو اسم يطلق على سيدنا جبريل عليه السلام الذي نزل على موسى أبشر فأنت نبي هذه الأمة. كما أنوه هذا الناموس هو اسم يطلق على سيدنا جبريل، وهناك من يقول أنه من نمس الكلام أي إخفاء الكلام. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذا النموذج. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.